انتهاكات الاحتلال التركي لم تقتصر على السوريين في الأراضي التي يحتلها فقط، بل تجاوز ذلك المدنيين الذين يحاولون عبور الحدود، وذلك إما باستهدافهم مباشرة برصاص جنوده أو عبر عمليات تعذيب ودهس بالعربات وغيرها من الممارسات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أكدت أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين وتعذيبهم في المناطق الحدودية، مطالبة المنظمات كافة بالضغط على أنقرة للكف عن استهدافها للمدنيين وتعريض حياتهم للخطر. نأمل من كافة المنظمات الحقوقية الضغط على الدولة التركية من أجل الكف عن استهداف المدنيين على الحدود وتعريض حياة الآلاف من المدنيين للخطر بسبب تواجدهم أماكن سكنهم وأراضيهم بالقرب من الحدود، وحتى في الحالات التي يتم فيها القبض على لاجئين أو محاولي أناس يحاولون عبور الحدود، كان بإمكانهم توقيفهم وتسليمهم إلى الطرف السوري، لكن على العكس يتم تعذيبهم حتى يفقدون حياتهم ويتم رميهم من فوق الجدار جثث هامدة مع الأسف. المنظمة أشارت إلى أن العديد من المدنيين الذين حاولوا اجتياز الحدود تعرضوا للتعذيب، كما تعرضت العديد من النساء إلى التحرش والاغتصاب من قبل جنود الاحتلال التركي. كان بينهم أطفال ونساء، العديد من النساء تعرضنا لحالات تحرش، حالات اغتصاب، حالات إعادتهم دون مجردين من ملابسهم. طبعا بسبب مسألة قيم العيب والعار لم يتم الإعلان عن تلك الحالات، لكن حالات الاعتداء مستمرة على الحدود. من جانبه، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر آب المنصرم مقتل 6 مدنيين على يد جنود الاحتلال بينهم طفل، فضلاً عن توثيق عشرات الحالات التي تعرض خلالها شبان ونساء وأطفال لعملية ضرب وتعذيب بعد إلقاء القبض عليهم خلال محاولاتهم اجتياز الحدود. وبحسب منظمات حقوقية قتل أكثر من 40 مدنياً سورياً بينهم 4 نساء و16 طفلاً على يد جنود الاحتلال منذ مطلع العام الحالي. ووفقاً لآخر إحصائية نشرها المرصد السوري، فقد بلغت إعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص جنود الاحتلال التركي منذ عام 2011 أكثر من 480 مدنياً بينهم 45 امرأة و88 طفلاً دون 18.